للميتينج. السنت في منهم ما عندهم انترنت يعني ما في يفوتوا يحضروا. طيب ماشي، هلا حامر انا تسجيل لهذه المحاضرة. اعمل فورد لل في منهم بدهم يفوتوا مش عم يقدروا فهمتوهم. ايه مش مشكلة، على كل حال انا مسجلها وبس تنزل عندي برجع ببعث لكم اياها. طيب هنعمل شو اسمه البروبلمز، بروبلم 9. ايه هذا هو. سلام. الصوت عندي عم بيخشي ولا ماشي حاله؟ ماشي الحال. طيب بينت الشاشة قدامكم؟ ايه اوكي. طيب يا استاذ قبل ما بلش، يلا خليني فوت حماد. طيب اوكي، قبل ما بلش بالدرس بحل البروبلمز، خليني اعمل ريفيجن هيك سريع على الفيديو، يعني على امل انه كنتوا يعني يكونوا الكل حضروا للفيديو شرح الدرس الجديد. اوكي طيب يا استاذ، اول شغله اللي بدي اقول لكم اياها انه الالكترونز كيف تمشي يا استاذ، مع الكرنت ولا بعكس الكرنت؟ بعكس الكرنت. اوكي، فاذا اذا كان الكرنت بهذا الاتجاه، الالكتريك كرنت اذا كان بهذا الاتجاه، الالكترونز حيمشوا بيكونوا بعكس. بالعكس. اوكي هذه اول نقطه. طيب بالنسبه للكرنت شو اسمها؟ ايه ما سمعتي شو كنت عم بتقول؟ يلا حارجع عيد. كنت عم اقول انه الالكترونز بس بدهم يعملوا فلو او بس بدهم يمشوا بالواير بيمشوا بعكس الالكتريك كرنت. بعرف. اوكي هذا اللي كنت عم اقوله. بس ايه الشغله الثانيه، الاميتر هو جهاز بيقيس لي الكرنت صح؟ كيف لازم نوصله بالسيركت؟ ان سيريس. اوكي طيب اذا كان في عندي انالوج فولت، عفوا انالوج اميتر، شو هي القاعده اللي بستخدمها لطلع الكرنت؟ الاي ايكوال ديفيشن تايمز سكيل على الدايل. على الدايل. اوكي فاذا السكيل ضرب الديفيشن على الدايل. طبعا السكيل الاس هي السكيل بيكون نحن مختارينه، الدي هي شو؟ هي النمبر اوف ديفيجنز، محل ما بتوصل الابره تبعت الاميتر. اما الدي الكبيره هي شو؟ هي الماكسيموم نمبر اوف ديفيجنز. اوكي هي الماكسيموم نمبر اوف ديفيجنز، او بنسميها الديفيجنز اوف ذا دايل، هن بيسموها الديفيجنز اوف ذا دايل. اوكي هودي قاعدتين نحن نعرفهم. اوكي هلا شو بعد في عندي؟ في عندي كمان قاعده ثانيه للاي. شو القاعده الاساسيه للاي اللي حضر الفيديو؟ الكيو على التي. ايوه الكيو على التي. الكيو على التي صح. شو هي الكيو؟ الكيو هي الكوانتيتي اوف، هي الكوانتيتي اوف تشارج. اوكي شو اليونت للتشارج؟ ايه ايه استاذ، الكيو هي الكوانتيتي اوف تشارج، اليونت لها بالكولومبس. اوكي والتي هو التايم، اليونت له بالاس اي سيستم، هو شو؟ بالسكند. اوكي هلا الكيو شو بتساوي؟ الكيو هي الان تايمز الاي على تي. ففي استخدم في عندي قاعدتين، يا بستخدم الكيو على تي اذا بدي اطلع الكرنت، او الان تايمز الاي على التي.
او الاي بيساوي الان تايمز الاي على التي. الان هي نمبر اوف الكترونز، هي عدد الالكترونز اللي عم يمشوا بالواير. الاي شو هي الاي؟ هي الاليمنتري تشارج. قديش بتساوي؟ لازم نكون حافظينها هاي. 1.6 تايمز 1.6 تايمز 10 تو باور ماينس 19 ماينس 19 كولومز. اوكي، والتي هو التايم. اوكي، والتي هو التايم. طيب ماشي الحال بالنسبه لحد هلا؟ اوكي. ايه عباس، عندك شي سؤال ولا بالغلط؟ استاذ سمعنا؟ سامعك. ايه استاذ، هلا اشتري الكهرباء، صار من الساعه 9:30 مش جاي عنا. ايه بسيطه بسيطه، يلا خليك معي هلا. انا لا، ما كنت عم بشرح قواعد بس. اللي كنت عم اقولهم انه اول شيء بلشت انه اذا كان الكرنت اتجاهه هيك، الالكترونز كيف حيمشوا؟ بالعكس. بالعكس، هذه اول شغله لازم نعرفها، انه الالكترونز دائما بيعملوا فلو ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف ذا كرنت. ثاني شغله، اذا استخدمت الانالوج اميتر، الانالوج اميتر شو القاعده اللي له اذا بدي اطلع الكرنت منه؟ الانالوج نفس تاعت الفولتج بس محل الفي اي. بالضبط، فبنقول الاس تايمز الدي على الكابيتال دي. الاس هي السكيل، دي هي الديفيجنز ديفييتد باي ذا نيدل تبعت الابره، والدي الكبيره هي الماكسيمم نمبر اللي موجوده، ماكسيمم نمبر اوف ديفيجنز، او هي مسميها الديفيجنز اوف ذا ديال. اوكي اوكي، بيكونوا جيفن كمان. استاذ بس بعد سؤال، هيدا الدايجرام اللي على الصوره على الكتاب ولا من الفيديو تاع المس سكينة؟ عشان انا كنت عم بحضر الفيديو امبارح تاع المس سكينة. ايه هذا درس جديد. لا هذا بروبلم يا استاذ، هذا الدايجرام مش موجود بالفيديو. ايه صح، هاو دو بروبلمز بدنا نحلهم اليوم ان شاء الله. بعد ما حلت شيء؟ لا ما حلت شيء بعد، انا عم بشرح بس القواعد اللي بدنا نستخدمهم او اللي شفتوهم بالفيديو. في قاعدة كمان، الكرنت الاي، اذا بتتذكر الاي شو بيساوي؟ كيو على تي. الكيو على تي، الكيو هي الكوانتيتي اوف تشارج بنقيسها بالكولومبس بالاس اي سيستم، والتايم بنقيسه بالشو. هي مش شارح لنا هي انت يا استاذ، مشروحه بالفيديو مشروحه. لا لا، بتاد ان تايمز اي. هي كيو على تي او الان تايمز الاي على تي. اذا بترجع على الفيديو بتلاقي هود القاعدتين موجودين. استاذ هذا الكيو كيف منجيبها؟ جيفن الكيو؟ لا، ممكن تكون جيفن وممكن يطلب منك، يعني مثلا في استخدم هذا الهرم و كيو الكيو، بنحط الاي تحت، يمكن بنحط الاي هون. ايوه، والكيو فوق، والكيو على تي، وهيدي على تي. فاذا الاي بيساوي كيو على تي. اذا بدك تجيب الكيو مثلا شو بتساوي؟ الاي تايمز التي. هذا اذا كان طالب منك هلا التايم بدنا اياه بالسكند، مش هيك؟ التايم بالسكند بالاس اي سيستم، كرنت بالامبير، والتي بالسكند. اوكي، والكيو الكيو بتكون جيفن. الكيو عادة ممكن تكون جيفن وممكن تكون بد طلبها منك. اوكي، بس شو بيعلنا هو اذا انه اذا بدي يطلبها مننا شو كيف بيقول لك عنا؟ بيقول لك determine the quantity of charge. بكل بساطه بيقول لك احسب لي الكوانتيتي اوف تشارج، بس يقول لك كوانتيتي اوف تشارج يعني مقصود فيها الكيو. تمام تمام. طيب هودي القواعد اللي موجوده. اوكي خلينا نحكي. بعد سؤال، بدنا نسوي لك كوبي ولا لا؟ شو اسمه الشرح؟ دايجرام هذا على لا لا، هذا السؤال بروبلم 2 موجود على الكتاب. ماشي، يعني بس ننسخ الانسر. ايه بس بدنا ناخذ الانسر، الرسمي موجود وكل شيء موجود، السؤال موجود يعني كله. فاذا الاي بتساوي الكيو على تي، وبتساوي الان تايمز الاي على تي.
اوكي الان قلنا هي النمبر اوف الكترونز، هي عدد الالكترونز اللي موجودين اللي عم يعملوا فلو بالواير. الاي هي بتساوي 1.6 ضرب 10 باور ماينس 19 كولومبس. والتي الاس اي لليونت بالسكند. اوكي اي بيج هذا السؤال؟ والله هات لشوف لك اي سؤال. اطول على الحلقه يلا هلا بشوف يلا. ايه 50 بالضبط صفحه 50. طيب اوكي شو بعد في عندي؟ في عندي اشياء مثلا كنتوا تتذكروا اللو اوف يونيكنس اوف كرنتس بالسيريس كونكشن. ايه شو كنا نقول؟ كنا نقول الاي بيساوي الاي 1 الاي 1 لا الاي الاي 1 بلس اي 2 لا 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 I1 بتساوي الـ I2 بتساوي الـ I3 إذا كانوا connecting in series. إذا كانوا connected in series. طيب هلأ هذا بنسميه بالضبط، هذا بنسميه law of uniqueness of currents in series connection. طيب إذا كانوا هود الـ 2 lamps أو الـ 2 loads موصولين متوزع الـ I equal I1 plus I2 صحيح. plus I2 كنا نقول مثلا لنقول فايت على هذه النقطة current I. هذا current I بس هذا عشان junction handle point. أيوة هلا حلك عنه. هذا current I هذا current I بس يوصل على هذه النقطة شو بيصير فيه؟ بيتوزع بينقسم بالضبط لاثنين currents I1 و I2. طيب شو في شو كنا نقول نحن عن الـ I شو بيساوي؟ الاي ايكوال اي 1 بلس اي 2 اي 1 بلس اي هذه بحاله البارلل طبعا شو كنا نسميها كنا نسميها لو اوف اديشن اوف كرنتس ان بارلل اوكي هلا في شغله جديده هذه السنه اسمها شيء اسمه جانكشن رول هلا شو يعني جانكشن هي نقطة بتكون أكثر من شريطين فيها يعني أكثر من شريطين فيها بتكون واصل عليها أكثر من شريطين يعني مثلا مثل هذه النقطة اللي سميتها مثلا A كم واير واصلة؟ لا واحد أم نحسبها للآي كمان؟ إيه طبعا ما هذا واير وهذا واير وهذا واير أوكي ثلاثة وايرز مزبوط فهذه الاي بنسميها جانكشن هذه الاي بنسميها جانكشن هذه بنسميها جانكشن طيب شو بيقول لي الجانكشن رول الجانكشن رول بتقول انه خليني محي هودي اذا بتتذكروا الجانكشن رول شو بتقول تز بتقول إنه الكارنت بده بيتوزع يعني. is a point in the circuit at which two or more currents meet. إيه هذا اللي مسميه junction. طيب junction rule إلى قاعدة. يعني ال I equal I one plus I two. هلا أنا عشان الدفتر مش معي كرمال. ماشي الحال. فإذا بدنا نقول لك ال junction. junction rule. إذا بدي أطبق junction rule at A على هذه junction كنا نقول يا أستاذ نستخدمها كقاعدة هذه السير the summation للcurrents اللي فايتين ال enter plus اللي عم يطلع يعني اللي عم يفوت واللي عم يطلع جمع الcurrents اللي فايتين على الA لازم يساوي summation of the currents اللي ظاهرين الانتر والاوتر واللي ظاهرين من الاي هذا هو الجانكشن رول يا استاذ هذا هو استاذ فكت عيدة يلا اوكي عيدة من عيدة اول شيء لك الاي ليش بنسميها جانكشن عشان فيها اكثر من واير اكثر من تو واير
عشان فيها أكثر من 2 وايرز ماشي الحال. فأي نقطة واصل عليها أكثر من 2 وايرز هذا بنسميه جنكشن، وهذه النقطة فينا نطبق عليها شو شيء اسمه جنكشن رول. هلا الجنكشن رول شو بتقول؟ بتقول كل الكرنتس اللي فايتين على هالنقطة هذه لازم يساوي السميشن اوف ذا كرنتس اللي ظاهرين من هذه النقطة. هذه هي القاعدة. هلا يعني اذا مثلا عندنا استاذ مثلا مثل موتور موتور ايه وفات عليه فور كرنت، يعني بدهم يظهروا اجدار بدهم يكونوا 4. ايه ايه فينا نقول هيك. يعني لك مثلا هون مش انا عم بشتغل على النقطة A، هذه النقطة A، شو ان الكرنتس اللي فايتين على النقطة A؟ آي. هي الآي، هي لك السهم، لك بس الآي بالضبط. السهم طبعا الآي كيف جاي اتجاهه باتجاه الآي، يعني معناتها هذا الآي والآي فات على الآي وطلع هو آي 1 وآي 2 تقسم لتنين 100%. فإذن بيرجع بينساء يا أستاذ، بيرجع بيرجع آي. ايه مش مشكلة، أنا عم بشتغل على هاي النقطة، يرجع بيلتقى بكارن تاني وبيطلع بيرجع واحد ماشي الحال. هلا حيلتقوا هون على النقطة بي مثلا وحيرجع يطلع كارنت آي، بس انا ما عم بشتغل على البي، عم بشتغل على الاي. الاي اوكي. فاذا الكرنتس اللي فايتين على الاي هن الاي، طيب اللي ظاهرين من الاي هن الاي 1 واي 2، هن الاي 1 وال والاي. استاذ عم بتسوي ريكورد؟ عم سوي ريكورد. اي انترنت مش منيح عندي الان. ايه بسيطه، يلا ما انا عم بعمل ريكورد. طيب فاذا شايف شو طلع معي؟ طلع معي انه الاي اللي فايته على الاي بيساوي الاي 1 زائد الاي 2 اللي ظاهرين من الاي. مش هذا اللي كتبته انا قبل شوي؟ اللي هو اللو اوف اديشن اوف كرنتس ان بارالل كونكشن، هي هذه سبيشال كيس اوف ذا جانكشن رول، سبيشال كيس. خليني اعطيكم اكزامبل ثاني. مثلا هذه نقطه، خلينا نسميها نقطة A مثلا، وهذه طالع منها لنقول شي 5 وايرز. هذه النقطة شو بسميها؟ جانكشن لأنه كم واير واصلة عندك كل النقطة واصلة أكثر من، يعني واصلة عندك 1 2 3 4 5 وايرز. طيب خلينا نقول I1 فايت، هي نقطة الوصل بين كل النقط، هي نقطة الوصل بين هالوايرز. الوايرز صحيح. أولا نقول I2 مثلا، I3 بهيك، I4 مثلا هيك، والI5 لنقول ظاهر. أوكي أستاذ هلا مش الحال، يلا مش مشكلة، أنا هذا الميتنج عامله ريكورد حارجع أبعث لكم إياه. طيب يا أستاذ، فإذا إذا بدي أعمل apply apply junction معلش انا عم بكتب على الكيبورد مش رح يزبط الكتابة كتير معي. apply junction rule at a. اوكي شو بيقول junction rule على الاي؟ بيقول summation of the currents اللي فايتين على الاي حيساوي جمع الكرنتس اللي ظاهرين من الاي. مزبوط ولا لا؟ في حل يا استاذ؟ لا يلا خليك معي دقيقه بس حاستخدم لون ثاني. طيب خلينا نشوف شو هن الكرنتس اللي فايتين على الاي. الاي 1 اي 4. طيب هات لنشوف الاي 1 بلس ويل اي 2 والاي 2 والاي 3 والاي 4 اي 4 عفوا عفوا. طب هات بدنا ننتبه للقصص هذه. فاذا الاي 1 انا اول مره صح بس صحيح. ف بننتبه للاسهم، الاسهم كيف جايين؟ اللي فايتين اللي جايين اتجاههم بجهه ال هذول بيكونوا فايتين. اي هلا ايكوال اللي ظاهرين اي 3 اي 3 واي 5 بس اي 3 لا اي 3 واي 5 الاي 3 ظاهره والاي 5 كمان ظاهره. اذا بتطلع بالاسهم ايه استاذ ظاهره برا الواير صحيح. فهذا هو الجنكشن رول، هذا هو الجنكشن رول. سهل ولا صعب؟
لا سهل يا استاذ يعني انا هلا فكرته سهل. ايه تمام، خلينا نحل لك البروبلم 2 ونطبق عليهم. اوكي طيب اوكي، في عندي هذا الدايجرام، طبعا هو صفحه 50 هذا السؤال. في عندنا بالاي تخفي، يلا دقيقه بس. البارت اي دو ذا الكترونز موف فروم ام تو ان ولا فروم ان تو ام؟ فروم ام تو ان. ام تو ان. في اللي كان فروم، شو اسمك انت؟ مين انا ولا هو؟ لا انت انت. انا محمد خليفه. ايه طيب يلا انت اللي كنت عم تحكي اول شيء، قول كيف بدنا نحله. بدا الكترونز موف فروم ام تو ان اور فروم ان تو ان. ايه بس يعني اذا الكرنت ظاهر من الان يعني اكيد الالكترونز بده يكونوا بعكسه. لا هو صح استاذ، ام تو ان جاي من الام للان لانه الام نفس السهم من الالفا، اعلى منه عشان الاي 1 هي اعلى وحده. طيب عكس السهم من الان بس يعني من الان للان بده يمشي الالكترون. اوكي ليك بس بلاش يحطوا اغاني لو سمحت، ما احنا يعني خلقه مؤخرين بالقصه. طيب بركي بالغلط بالغلط. طيب اوكي الحصه بالغلط يعني معقوله. طيب استاذ شوف بين الام والان اوكي كيف الكرنت ماشي؟ ماشي من الام للان للان، فمعناتها الالكترونز كيف بدهم يمشوا؟ من الان للان بالعكس. الان للان بالعكس 100% هيك بكل بساطه. اوكي فاذا اول فرع the direction of flow of electrons is opposite to that of the current. هذا الديفينيشن يعني هذا لازم نعرفه. بس في جواب على شو؟ على البارت A. ما جاوبنا عليه. جاوبنا عليه. So the electrons move from N to M. ليش؟ Since I5 moves from M to N. سهل السؤال. هين هين. اوكي. طيب خلينا نشوف هلا البارت. نشوف البارت B. يلا فكروا بالبارت B كيف يطلع الـ I5. طبعا بدي حلها على الجنكشن رول. استاذ بقول لك عم بس خليفه مش عم فايفه. مش مشكله يا استاذ، قول له عم نعمل تسجيل للمحاضره. استاذ ضغط مش طبيعي على النت عند الكال. ما لانه التأس تأس كمان مش مساعد. استاذ حليته انا للفايف. استاذ حليت الاي فايف. طيب استاذ نجمع تعال الاي تعول الام كلهم والاي تعول الام في قاعده في قاعده في قاعده تكون لك اللي كان عم يحكي من شو اسمك؟ انا لا قبل محمد خليفه قبل محمد استاذ استاذ علي جلوس. ايه يا علي. ايه استاذ استاذ فاطمه ما فيها تفوت عندها مشكله بالانترنت. فاطمه بشاره. ايه مش مشكله قولي لها يا استاذ عم نعمل تسجيل للمحاضره ما تعترش هم. طيب علي. ايه علي حبيبي. يلا حلل الاي 5 كيف بدي احلها؟ استاذ بناخذ الاي 1 بلس الاي 2 بلس الاي 3 بلس الاي 4 ايكوال اي 6 بلس الاي 7 بلس الاي 8. اوف 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 لا هيك لا طول لا مع بعض استاذ في حل انا دقيقه بس دقيقه بس دقيقة. إيه علي علي لك علي أول شيء ما نحن ما نطبق الجانكشن رول. بس بدك تطبق الجانكشن رول بدك تنقي نقطة بدك تنقي جانكشن وحدة وتشتغل عليها. هلأ أنت في عندك هون اثنين جانكشنز، في عندك الأم وفي عندك الأن. على أي وحدة بتشتغل؟ بشتغل على الأم لأنه طالعة منا. تشتغل على الام لانه مش بس طالع منها وكل هودي معك ايون يعني معك هيدي ومعك هيدي ومعك هيدي ومعك اه مزبوط الاي 8 ما معي اياها وهون الاي 8 فيش معي اياها فيش تشتغل على الان. طيب خلينا نقول السميشن فاذا السميشن للكرنتس اللي فايتين على الام فاذا بتشتغل انا على الام صح
اوكي هيك بدي بلش اول شيء يعني apply junction rule at m. فالسميشن للكرنتس اللي فايتين على الان على الام عفوا بيساوي السميشن للكرنتس اللي ظاهرين. استاذ ايه عباس خليفة ما عم يقدر يفوت، ما عم تخليه يفوت انت. انا قلت له لا عملت له accept مش مشكلة. طيب ايه علي شو ان الكرنتس اللي فايتين على الام؟ الفايتين على الام الاي 2 والاي 1 والاي 4 اي 3 ظهرن منا ايه وشو بعد؟ والاي 4 والآي. طيب خليني دخل خليني سجل اللي فايتين على الام هني اي 1 اي 2 اي 2 زائد الاي اي 3 ظاهره واي 4 ظاهره. خلينا نشوف اللي ظاهرين اي 3 اي 4 اي 3 واي 4 بعد بس يعني هي القاعده بالمختصر مجموع الكره مجموع الاي الفايتين ايكوال لمجموع الاي الظاهرين 100% على نقطة معينة. ايه مثل هون على الام، جاي على نقطة الام. 100% صح صح. بس هون لك في الكرنتس اللي ظاهرين من الام ناسين وحدة بعد. شو هي يا استاذ؟ الاي 5 الاي 5 ايه. ما بس ما هي الاي 5 ما نحن بدنا نطلعها كمان بنحطها معهم. اكيد اكيد يا استاذ. عم نرجع بناخذها لورا الايكوال وبنجيب الاي 2 والاي 1 والاي 2 ايه مزبوط ايه ايه 100%. طب كيف بنحطها معهم انا الاي 5 ما معنا اياها؟ ما بنرجع بناخذها لورا الايكوال. ما هي استاذ ما نحن بدنا نطلعها بهيدي الطريقه. ايه ما بدي اطلعها انا يا استاذ بهي الطريقه على الكونجنكشن هذه رول على الجنكشن رول. لك كمان حتى في شغله مثلا هيدي النقطه ام اللي عم بشتغل عليها كم واير واصله؟ لك فايد. لا على الام 5 عندك الأم. شوف شوف 1 2 3 4 مش 5 4 5 بس كيف بدنا نحسب الاي 5 انه هو واير لها وهي وهو جاي هيدا بين الام والان شو بيأثر يا استاذ انا لك يا حبيبي لك هلا الاي 5 بنحسبها من مع الام والان ولا بس مع الام؟ ما شوفي لا لك شغلي اذا اشتغلتي على الام الاي 5 ظاهرة من الام واذا اشتغلنا اذا اشتغلتي على الان هون الاي 5 صارت فايتة على الان فايتة على الان ايه فانت يعني الاي 5 هي مشتركة بين الاثنين بالضبط بس بالضبط فانت هلا مش عم نشتغل نحن على الام صحيح فلك اللي بدي اشتغل على الام فبدي اشتغل على كل هيدول الوايرز كل هيدول الوايرز اللي ظاهرين من الام او اللي فايتين على الام كل اللي محاوطينها يعني اللي حواليها ايوه على قولة كورونا كل اللي تمام هيك طيب هلا شو ما بس طبق الجانكشن رول واكتب الاي 1 زائد الاي 2 بيساوي اي 3 بلس اي 4 بلس اي 5 ساعتها هلا بعمل سبستيتيوشن الاي 1 شو بيساوي 2.0 يعني 2 الاي 2 1.5 الاي 3 1.2 اي 4 0.4 بس الاي 4 0.4 والاي 5 اللي بدي اياها unknown هاي هي unknown اوكي خلينا نكمل اهون طيب 2 plus 1.5 هي 3.5 3.5 بيساوي 1.8 1.6 1.6 plus i5 هلا بياخذ هيدي هلا بياخذ ال 3.5 لبعد الايكوال والاي 5 لقبل الايكوال ايه او خذ هيدي لهونيك ايه احلى مختصرها هيك ما بيصير عندنا ماينس وبلس مزبوط فبصير عندي 3.5 ناقص 1.6 بيساوي i5 2. طب بيطلع هون 0.9 امبير بيساوي شو بيساوي اي 5 فبيطلع معي الاي 5 بيساوي 1.9 امبير ايه بعدنا كتير وقت بالحصة عشان شو اسمه أمي بدها تروح على مطرح بالسيارة ف
مش مشكلة معوقين يعني؟ معوقين؟ يعني ليك ما أنا عم بعمل لها ريكورد بس بدك تطلع مش مشكلة طلع بالساعة يعني؟ يعني شي ربع ساعة ماشي طيب في شي مشكلة بالبارت بي؟ لا يا أستاذ مرحوم أوكي يلا خلينا هلا نفكر بالبارت سي بارت سي أستاذ في حلو لهذا عمال معروف هيدا بدنا ناخد البوينت ان يا دعاء ما عرفنا قصدي ما خلينا نحله شو بيكون هيك يلا دقيقة بس قصدي ما انت حليت هيداك يا انا حليته ايه علي شو بك شوي شوي روق يا شباب حلاش بحله خلاص انا بحله طيب شوف البارت سي عم بيقول لي determine the value والدايركشن ما هذا 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 له قصة هذا السؤال كمان بده الاي 8 قديش بتساوي وبده الدايركشن للاي 8 هون اذا بتلاحظوا هون بالرسمه هذا الاي 8 ما حاطط لنا الدايركشن حاطط لي الدايركشن لا زفيتي ولا ظهره شو بدي اعمل بهالحاله بنعمل السميشن الان والاوت نتبع ال طلع هلا كيف في نازله هلا بدي استخدم سهم فعول الاي 6 لا لقلكم هون شو بعمل بس يكون عندكم سؤال بهذا الشكل يعني طالب منكم الدايركشن للكرنت وقديش بتساوي هون بنعمل افتراض يعني بفترض انا والله هيدي الاي 8 بفترضها انه ظاهره او ممكن افترضها انه فاتي على الان او ظاهره من الان لازم يكون معنا كرنت اساسي عشان اخر شيء نستنتج منه لك ما هو لك الاي 5 ما هيدي صارت بتساوي 1.9 امبير يعني هذا الاساسي يمكن هذا اللي فايت على الان ومعك الاي 7 ومعك الاي 6 بيبقى عندك الاي 8 مجهول هلا فينا نطلعها بس بدنا الدايركشن ايه فلنحل هذه المشكله شو بنعمل بنقول لك شو بنعمل بنقول suppose that الاي 8 لنقول is leaving point n junction n نحل الكلام لحد هلا مزبوط yes طيب اوكي فصار هذا الاتجاه كيف صار هذا اتجاهه الاي 8 لبرا عند الاي 6 يعني نحن هون ما فينا نفترض انه فايت مثلا فينا نفترض انه فايت ايه عادي نفس الشيء ما هلا انا لك رح حل على الطريقتين خلينا اول شيء افترضوا انه ظاهر اوكي بشتغل على هذا الاساس هلا شو بعمل بقول summation طبق junction rule على البوينت ان summation للكرنتس اللي فايتين على الان شو بيساوي summation للكرنتس لظاهرين من الان منيح يلا شو هن الكرنتس اللي فايتين على الان الاي 7 اي 7 اي 7 فيه غير الاي 7 اي 6 ظاهره لا والاي 5 والاي 5 برافو عليك والاي 5 طيب شو اللي ظاهرين من الان اي 6 واي 8 اي 6 والاي 8 استاذ نعمل اول شيء كونجكشن للاي 8 بعدين بنحدد له الدايركشن اللي لها هلا استاذ ما فيش كماله بلا فيك مالي بس خليني كفي لا اول شيء علي لك اول خطوه بتفترض الدايركشن اذا ظاهر ولا فايت ايه معك بعدين ثاني خطوه شو هذه اول خطوه ثاني خطوه بتطلع على الفاليو اللي لها بتشتغل على الجانكشن رول وتطلع الفاليو اللي لها هلا خليني كفي الاي 7 شو بيساوي الاي 7 0.5 يلا 0.5 الاي 5 1.9 طيب مزبوط 2.4 equal الاي 6 3
زائد الاي والاي 18 اللي بدنا نطلعه. طيب يا بصير الاي 8 ايكوال ناخذها هذه 3 لهونيك يعني 2.4 ناقص 3 بيساوي الاي 8 ماينس 0.6 بتطلع 0.6 فبيطلع الاي 8 بالضبط بيطلع ماينس 0.6 ايوه طيب هون شو طلع معي؟ طلع بالنيجاتيف طلع بالماينس بس كيف عملتها بالاخر؟ هون انه مستنتج ما طلع هو بالماينس يلا بس دقيقة 2.4 ماينس 3 هون ليك شو عملت؟ جمعت ال 1.9 مع 0.5 طلعت 2.4 اوكي وال 3 اللي كانت هون جبتها لوين؟ جبتها لجهة ال 2.4 صارت بالماينس اوكي اوكي فهي بتساوي الاي 8 يعني بيطلع معي انه الاي 8 اذا بنقصهم هودي من بعض بيطلع بيساوي ماينس 0.6 هلا طلعت معي بالناقص يا استاذ يعني شو معناتها هون بنستنتج انه الدايركشن للاي 8 ايوه انه ظاهر لا ما انا افترضته انه ظاهر استاذ بس معاذ هي لانه طلع بالنيجاتيف استاذ مره واحد قال لي قال اذا كان هي الريفرس تاعتها بالبوزيتيف مش هيك طيب اذا كان الامبير يعني. اصغر من زيرو قال بيكون ظاهر واذا كان اكبر من زيرو بيكون فايت على البوينت ما لاقول لك اسهل من هيك حتى ما تضيعش انا شو افترضت اول شيء شو افترضت انه الاي 8 ظاهر ولا ليفينج الان ظاهر طيب واشتغلت على هذا الاساس اشتغلت وصلت لوين لهون طلع بالنيجاتيف هلا لانه طلع بالنيجاتيف يا استاذ خليني كفي لانه طلع بالنيجاتيف فمعناتها الافتراض اللي افترضته لازم تعكسه يعني بدك يعني هون بدنا نقول انه then الاي 8 is مش leaving هون بدي اقول الاي 8 is entering لانه طلع معي بالنيجاتيف يا استاذ is entering an و its value is والآي 8 بيساوي 0.6 أمبير وباخذوا الـ 0.6 لا باخذها بالبوزيتيف لأنه أستاذ ما أنت قلت لنا نفترض مثل ما بعدنا طب إذا نحن افترضنا أنه أول شيء فوق suppose that I8 is entering and آخر شيء نرجع كمان نحط leaving لا ما نقلبها لأن طلع بالبوزيتيف ما هلأ ليك هلأ بيشتغلها معك على أساس أنه entering اوكي هلا فهمتوا شو اللي عملته هون اول شيء افترضت انه ليفينج وطبقت الجانكشن رول على هذا الاساس واشتغلت على اساس انه الاي 8 ليفينج الان عملت كالكوليشنز اخر شيء طلع معي بيساوي ناقص هلا لانه طلع ناقص فيك ترجع تقول هيدا السؤال كرمال الانترنت خفيف ما في شيء طيب هو رح يعملوا ريكوردينج فيك ترجع تحضريه ما هو انا ايه عم بعمل له ريكوردينج بس انه الله بعينك برجع بتحضريه طيب ما بيأثر ماشي الحال هلا شوفي باختصار هون كان طالب مني بالبارت سي كان طالب مني الفاليو والدايركشن للكرنت 8 اي 8 هلا إذا بتلاحظي بالرسمة فوق الـ I8 مش معروف الـ Direction لألا مش عاطيني الـ Direction لألا هو طلبها مني أوكي فشو بقول بفترض إنه الـ I8 شو is leaving an بفترض إنه الـ I8 ظاهرة من الآن أوكي بعمل suppose وبشتغل على هذا الأساس هلا بطبق تاني خطوة بطبق junction rule على البوينت ان بقول الكرنتس اللي فايتين على الان بيساوي الكرنتس اللي ظاهرين من الان بحط اللي فايتين وبحط اللي ظاهرين وبعمل calculations بيطلع معي اخر شيء الاي 8 بيساوي ناقص 0.6 امبير هلا لانه طلعت بالناقص فمعناتها الافتراض اللي افترضته لازم اعكسه لما طلعت بالناقص فبقول هون انه الاي 8 is entering an مش انا هون كنت قايل leaving وطلعت بالناقص فهون لازم اعكس الافتراض اللي افترضته بقول انه الاي 8
لازم تكون entering an وال i8 بتساوي 0.6. طيب شو رأيكم ارجع افترض انه ال i8 is entering، خلينا نعتبر البارت سي. خلينا نفهمها على الطريقتين، ساعتها اي طريقه اجت بالامتحان بنعرف نحلها 100%. لنفترض حدا من الطلاب قال انه suppose ال i8 is entering junction n، يعني معناتها هون شو هذا الدايركشن لل i8 افترضته هيك فايت على الان، اوكي، وبيشتغل على هذا الاساس. هلا بطبق الجانكشن رول على البوينت ان، كل الكرنتس اللي فايتين على الان بيساوي جمع كل الكرنتس اللي ظاهرين من الان، اوكي. هم بالعكس، لا لا نفس القاعده، كل الكرنتس اللي فايتين على الان بيساوي كل الكرنتس اللي فايتين اللي ظاهرين من الان. طيب شو هن الكرنتس اللي فايتين على الان؟ هلا اي 7 واي 5 اي 7 واي 5 اي 8 اي 8 لانه افترضت انا فايتي هون، اوكي. طيب شو هن الكرنتس ظاهرين؟ الاي 6 بس الاي 6 بس الاي 6 طيب الاي 7 شو طلعت معي؟ نص 0.5 الاي 5 3 لا الاي 5 2 طيب الاي 6 3 اوكي 0.6. طيب هودي اللي هن جمعهم قد ايه؟ 2.4 هودي مش طول جمعهم 2.4 0.6 مثل ما قلنا بياخذوا لهونيك، فبيطلع معي الاي 8 بيساوي 3 ناقص 2.4 يعني بيطلع 0.6 استاذ سامبير. اضل معي استاذ، انا بدي اضطر غدر شوي هلا، ها ايه مش رايح وصل امي، ايه بسيطه. فبيطلع الاي 8 يا استاذ هون اكبر من صفر، بوزيتيف. خلص ما دام طلع معك بوزيتيف يعني معناتها سو 10 صح صح يعني صح الدايركشن. سو الاي 8 از انترينج يعني هي على الحالتين، يعني بأي سؤال إجا بيجي معنا بالامتحان وفي بارت مثل هيدا إيه؟ بده يطلع بال، إذا افترضنا إذا نحن افترضناها ليفينج أو أنترينج بده يطلع بالنهاية جواب واحد بالاثنين، يطلع جواب واحد بالاثنين. هلا ممكن يطلع الجواب بالناقص ممكن يطلع بالزائد، إيش بنعمل يا أستاذ؟ هلا منحط، إذا طلع بالناقص منحط، إذا طلع بالناقص ساعتها بتقول ساعتها بتعكس الاتجاه اللي كنت مفترضه. يعني مثلا كنت مفترض انه الكرنت از ليفينج واشتغلت على هذا الاساس وطلع معك الكرنت بالناقص، شو بنقول هون؟ بدنا سو ذا كرنت هون مش از ليفينج، بنقول از انترينج النقطه المعينه والفاليو لها حتكون بالبوزيتيف، يعني الناقص مش رح ناخذها. لو طالع بالبلس كنا نتركه انترينج، لو طالع بالبلس كنت تتركه مثل ما هو بالضبط، مثل ما صار معي هون كنت انا مفترضه هون انترينج، اشتغلت الشغل كلياته وصلت انه هي طلعت بوزيتيف، وبالتالي في شيء هون كل شيء افترضته انت صح، يعني الاي 8 هي حتكون انترينج والفاليو لها حيكون 0.6. مش الحال؟ مش الحال يا استاذ؟ هلا وضحت الفكره. ماشي الحال. طيب هذا حل بروبلم 2. هلا في البروبلم 8 يمكن مش حنحله هلا البروبلم 8. بنخليه مثلا للاسبوع الجاي، مثلا نعطيه حصه اضافيه لحاله كمان. ماشي يا استاذ؟ استاذ فيك تعيد بس شو قلت؟ ايه البروبلم 2 خلصت حله، هلا البروبلم 8 بده حصه كامله كمان. يعني خلصنا نحن ولا بقى خير بعد؟ لا لا هلا استاذ يعني خلصنا؟ انا خلصت هلا لانه البروبلم 8 مش رح بلش فيه هلا لانه بده وقت، خلينا حصه ثانيه، اوكي؟ ابعث لنا شو بدنا ننقل. ايه ماشي.
استاذ انت شو بتتوقع في مدرسة التنان ولا لا؟ والله مش عارف صراحة، بس بتوقع يرجع يعني. مدرسة التنان من شوية بعتوا على الجروب فيسبوك. اه والله راجعين يعني ولا مش راجعين؟ بعتوا انه رئيس بدنا نرجع، بدنا نرجع يا استاذ. راجعين بس بعتقد للشهر الجاي يعني. شهر واحد قصدي. ما هو لك هلا فيناش نصدق كل لا الاخبار. لا بدنا نرجع. فيناش نصدق كل الاخبار بتوصلنا على شو اسمه هلا. من بيقول القرار؟ الوزير بيعمل مؤتمر، عنده اجتماع بعد بكره. ايه بيعمل مؤتمر صحفي و مزبوط. وهو بيقول القرار المزبوط. يلا على كل حال يعطيكم العافيه. الله يعافيك استاذ. يلا حامل اند للميتنج. استاذ كيف بدنا نحضر الريكوردينج؟ الريكوردينج لا ببعث لكم اياه فيديو. طيب اوكي. كان شيء هومورك للمره الجاي؟ المره الجاي ايه في عندكم. يلا هلا ببعث لكم على الجروب كمان. ماشي ببعث لكم على الجروب. يلا يعطيكم العافيه.